المؤتمر الدولي لتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء بالمغرب موعد سنوي لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأكاديمي في مجال الفضاء والعمل على تطويره عبر تقاسم التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع من مختلف بقاع العالم. المؤتمر في موجود في مشاركة من 12 دولة من الولايات المتحدة، من أسبانيا، من بريطانيا، من الهند، من الكويت، من مصر، من البرازيل، حتى من المكسيك، وفي مجموعة كبيرة من الحضور وأيضا مشاركة كبيرة أكثر من العام الماضي اللي كانت موجودة في 2017. المؤتمر تضمن ورشات عمل عديدة من بينها تطوير أقمار صناعية صغيرة الحجم بأثمنة رمزية والتي تستخدم في تطبيقات مثل اختبارات الجاذبية الضعيفة والتنبؤ بالأحوال الجوية، كما شهد عرض وتقديم مجموعة من الإنجازات المغربية في مجال الفضاء. الآن كنشتغلوا على مشروع واحد اخر ديال نوتر كيوبسات، اون فيرسيون لي ديفلوبي على هاد لا فيرسيون اكطويل. زدنا فيها الموديول جي بي اس، كنقدروا نكوليكتيو لي دوني ديال لوكاليزاسيون ديال لو كيوبسات. اون ميم طون عندنا فيه اون كاميرا اتش دي كتاخد دي زيماج ديال لا مونتي ولا ديسونت ديال لو كيوبسات، اي ان بروتوكول دو ترانسميسيون. فرصه مناسبه جدا للتعرف على الزملاء اللي يعملوا في نفس المجال وبحث فرص التعاون مع المغرب بالنسبة للمجال بتاعنا. المغرب بات يسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب عربيا وإفريقيا في مجال الفضاء، وذلك عبر استعداده لإطلاق القمر الصناعي الثاني الذي يحمل اسم محمد السادس باء خلال الأيام القادمة. مشروع برنامج الفضاء يجعل المغرب أول بلد إفريقي يمتلك قمرين صناعيين لرصد الأرض.